ما قلنا غير سياسة شد الأحزمة وإعلان التقشف إلى أجل غير مسمى. ماما، ما معنى سياسة شد الأحزمة؟ يعني البني آدم بس يشد الإقشاط على بطنه بيبطل يأكل كتير. شو هالحكي؟ عم تحكي مثل هاي اللي قالت له الفرنساوية إذا ما لقيتوا خبز تاكلوه كلوا جاتو. هدول أولادي فلزة كبدي هدول. أنا مستحيل شوع أولادي مشان شد أحزمة أنا. إيه هذا مو جوع، هذا ريجيم. الريجيم طوعي، الجوع إجباري، وأنا ما بدي أجبر أولادي على شيء. من جوع مؤقتاً لبين ما نطلع من هالمأزق. جمانة لا تحكي لي كأنك بالبرلمان، هدول أولادي فلزة أكبادي هدول. بعرف إنه أولادك، بس أولادك لازم يوقفوا معك بساعة الشدة. لك جمانة، ليش تحكي إنه راتبي وراتبك بكفوا حتى لو عملنا تقشف نحنا؟ من يوم يومك من قبل ما تبدأ أزمتنا المالية كان راتبك يا دوب يكفيكي لحالك مكياج ومسكرة وحمرة ومن هذا اللي بتبخيه وبيفوت من خاري وبعطس كل ما رشرشتي هيك على راسك. على فكرة راتبي وراتبك لمعلوماتك حتى لو صمدناهن وما صرفنا منهم ولا فرنك ما رح يكفونا. بدنا سنة لحتى نقدر نسدد المزوة. انت نزلها. شو بدك تعمل لكان هلا؟ معناتها ما في قدامي غير اشتغل على تاكسي جديدة ورديتين. بكره بتلعس مثل هذيك المره. احكي منيح ولا احكي منيح، عم تحكي مع ابوك انت. بابا بكره بتنعس مثل هذيك المره بعد اذنك. لا لا تخاف، وقت بحس اني نعسان بصف على اليمين بكسر ناعوستي وبعدين بكمل. ما فيك تقوم بالحمل لحالك، شو هالحكي؟ لازم نساعدك باعطاء دروس خصوصيه. حاجه جمانة، هلا كثير انت عم تقولي لي دروس خصوصيه؟ لقينا حدا نعطيه دروس خصوصيه وما قمنا باعطائه. أنا من اليوم رح بلش حط خبر عند معارفنا. لك بتحطي ما بتحطي ما بتفرق معي إن حطيتي ولا ما حطيتي، إن شاء الله يحطوا حطابي قدامي بلكي برتاح منكم أنا. أبي أنا عندي فكرة. شو هي؟ شو رأيك ساعدك وشيل عنك كتف؟ أنت خليك برات الضربة، هذيك المرة إجيت تساعدني وتشيل عني كتف كسرت لي ظهري كله. بدك تكمل علي أنت بابا؟ لا بابا لا، هالمرة غير شكل، أنت بتكون قاعد جنبي بالسيارة، بين ما تكسر ناقوستك أنا بسوقها. إي لا، أنت إذا بدك تساعدني اكتب لي الملخصات. راشدتك. ملخصات، لا تعيد هاي الكلمة. الراشيتات؟ لك لا تعيد، عم قلك فهمت ملخصات هاي اسمها. الراشيتات؟ لك ما عم تفهم انت، لا تعيد عم قلك. خلاص خلاص ما عاد راشيتات. الحاجة بقى سعيد، هريت له نقرته، الكل بيعرف انك عم تكتب راشيتات. ما قلت راشيتات؟ قلتها، رجعت قلتها، قلت لك لا تقولها، بعتذر على الأولانية. بدك تنجح دروس. بدك تنجح دروس، ليش شايفي عندي وقت لا ادرس وما عم بدرس؟ لك عم عاي ما عم لاقي انا. ايه معناها لا تقدم، اترك هالسوسه بقى. لا يا جمانة، هلا العلم صار سوسه. ايه يا علم هاد صغير عم يبكي. صار لك كذا سنه عم تقدمها وعم تسقط. وانت الساده يا زنبوعه بيت الابريقي، انا من يوم ما تعرفت عليكي وقعت بحبك وانا عم بسقط. ما عاد نجحت، بس مو انا اللي عم بسقطوا، بس الشباب كلهم عم يسقطوا. عم تسقطوا بابا ولا ما عم تسقطوا؟ عم نسقط. مبسوطين؟ ما عم مبسوطين. عم نسقط، عم تقولوها بصوت عالي كمان. الشباب اللي مخهم مثل الورقه البيضاء عم يسقطوا، شلون انا اللي راسي مليان هم شلون بدي انجح انا؟ ابي ايه، على ايامكم ما كانوا يكتبوا راشيتات؟ لا تحيطها. ان شاء الله يطلع فنجانك احلى من فنجان امبارح، وان شاء الله ما تطلع الغمامه السوداء. ان شاء الله. صباح الخير. صباح النور. الله لا يصبحك بالخير، لك الله لا كان جاب الغلا. شو يا؟ درينا صرت مختص بتكسير السيارات كأنه. أي ما رح تلاقي. شمتاني ما؟ لا ماني شمتاني، بس الواحد شغله مو شغلته ما بيشتغلها. قال اللي بيشتغل كار غير كارو، بقل مقداره. البرغوت قال للبقى. ولي على الشرشوح إذا ترق. لك أنا قاعد بالبيت ونايب أمان الله وصاففها على اليمين، إجوا خبطوا لي إياها، شو ذنبي أنا؟ ها شو ذنبي؟ مضبوط، مو ذنبك، مسكين أنت، ذنبك أنت؟ طبعاً مو ذنبك، أصلاً الله يعيننا على هالفحوطة السواقة، عم أقول لك بمرقوا لك ناس بهالفحوطة السواقة، شيء بكب وبيعمي، ناس بروس وناس بلا روس، من ورا الطروش بيجوا لورا المروش. لكن لانه بيجيك واحد عدم المؤاخذه بفت له قرشين بيسلموه شهاده سواقه، لا وبعدها شو بيسلموه سياره. اصلا مو دابحنا غير ظاهره الرشوه بهالبلد. لا
انا ما ام ظاهره صدقني اخي سعيد، انا ما ام ظاهره، انا ما عم اقول ظاهره، انا عم اقول مو ظاهره، عم اقول حاله فرديه، فرديه ايه بتقوم فيها بعض النفوس المريضه، المريضه اخي سعيد، وهي المسؤولين اذا دريوا فيها طبعا بقصوا رؤوسهم لهدول المرتشين المناعين الرذال اللي عم يرتشوا، طبعا المسؤولين ما بيهون عليهم هيك شيء اكيد طبيعي هذا الشيء، وهذه الظاهره كلها بتشكل يمكن 1% من الجهاز الاداري. روي روي روي، يعني مفكر انت انه المسؤولين ما بيعرفوا؟ طبعا المسؤولين ما بيعرفوا، مساكين المسؤولين، شو كم عين لهم؟ كم عين لهم شو بدهم يشوفوا لحتى يشوفوا المسؤولين؟ استاذ سهيل امبارح كان حكيك غير شكل، ليش عم تغير اقوالك؟ اكتشفت يا اخي، اكتشفت الحقيقه، اكتشفت اني انا اسف على غلط انا، ومثل ما بيقول المثل يعني عدم المؤاخذه اللي بيكتشف غلطه وبيصلحه وبيعترف فيه ذنبه مغفور. ماشي الحال، انا لازم امشي. وين وين رايح؟ لك شبك واعد صاحب التاكسي بعد الظهر وما بقدر اتاخر عنه. اذا صاحب التاكسي وبشو بدك تفوتها هالمره؟ بعمود كهربا ولا بسيارة زبالة؟ افتكار بلا تقريقها، ما لي فاضي لك. تعا تعا خد إجازة تعا. منيح اللي اقتنعتي أخيرا. شو بدنا نعمل؟ اللي ما بيجي معك روح معه. تعا معه. أنا هيك بدي أقوله، أخو مرأي شي. لا ما في خواص، طول عمرك يا عود في براسك هزبيبة. الله معك، هدي على الطريق مشان الحوادث. الله معك يا معلم. حرام مسكين الله يعينه. لا مسكين ولا بطيخ، كل هذا اللي عم يصيبه غضب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لك يا سهيل شو عامل لحتى يغضب عليه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ شو عامل؟ الله أعلم قديش في ناس متأذية بسببه. لا لا مو لهالدرجة، حرام عليك مو لهالدرجة. بلا لهالدرجة لهالدرجة ونص، ما شفت شلون حاول يزلقني بالحكي بده يترجع. استاذ عبود مسك الطلب، هذا الاستاذ حبيب اخو مرتي، سمع انه في مناقصه فحب يشترك. ايه عفوا استاذ عاصم، يعني بس تقديم الطلبات يوم الثلاثاء. انا معلش، انا كل ايام الاسبوع مسمح لي. يا استاذ ما بصير، هذا قرار مدير عام، يعني استثناءات ما في. حبيب الله هذا بدا خليني اتفهمه. شو استاذ عاصم عم تهددني؟ لك انو تهديد استاذ عبود، اسمعني شوي. يا استاذ شو بدي اسمعك، شو بدي اسمعك؟ تقديم الطلبات يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء ولا ما بصير بدون محسوبيات؟ يعني هلا انت بتعزني ولا ما بتعزني؟ بعزك شلون ما بعزك، بس الشغل شغل يا استاذ. وانا معك، بس اسمعني، هذا اخو مرتي هلا بيروح بخبرها باللي صار، ما بدي تعرف مرتي اني مالي كلمه بالدائره. استاذ عاصم لا تدخل مشاكل بيتك بالدائره، يا اخي شو دخل مرتك بالنص؟ انت خذ منه الطلب هلا واعطيني اياه بعدين، وانا بقدم لك اياه يوم الثلاثاء بس مشان ماء الوجه. اذا هيك معلش دهله. رح صيح عليك شوي لا تزعل. لا ما بزعل. يا حبيب يا حبيب بتفضل. مش الحال العمى ما بتيجوا غير بالعصاي، قلت لك بالاول بالمنيح خده، يعني خده. استاذ عاصم انا اسف، خلص هاي الغلطه ما عاد تتكرر. تفضل استاذ حبيب. الله معك، سلم لي على حماتي، انا المدير هون، وانا اللي بقول الثلاثه، وانا اللي بقول الاربعه، ما بدي حدا يقول لي لا، فهمتوا لما لا؟ استاذ عاصم حبيب راح. اعطيني بوسه لك واعطيني هالطلب، بقدم لك اياه يوم الثلاثه. مديرنا في وشي، بس هيك مديرية بدها هيك مدير، بدها. قديش كان ياخذوا منك إجرة باليوم؟ 500 مقطوع. أنا رح باخذ منك بس 300. بس في شرط. شو هو؟ إنه ما تطلع بالسيارة برات حدود الشام. وين بيطلع يعني؟ أصلاً ما بلحق يروح على غير محافظات مشان دوامي. لك أنا قصدي مو محافظة لك أخي، أنا عم أقول لك الشام يعني الشام. طيب ممكن تقول لي شو الحدود المسمح لي يتحرك فيها؟ شرقا باب شرقي، وجرمانا والمليحه هدول بتشيل اياهم من بالك بنوب بنوب. ليه حاقد على الجماعه؟ لك اخي انا ما حاقد عليهم، بس الشوارع هني كلها محفره وملتهن اسلاف اجدادها. بالعكس جرمانا شوارعها ممتازه، نص الفنانين مشردين هنيك. اخي على راسي جرمانا، بس من باب شرقي لجرمانا
شلون بدك تمرق؟ يعني بدك تطير طيران؟ لا، من الدويلعة. على راس الدويلعة كمان. بس أخي بينما تمرق من الدويلعة بيكون السيارة نقص عمرها، حاكم كلها مطبات وجور على كيفك. ماشي، الحد الثاني جنوبا المحلق وآخر استراد الزاهرة عند الفرن الآلي، بتدور وبترجع، ما بتفوت لا على التضامن ولا على مصلحة الصناعة. ليه؟ لأنه عند الفرن الآلي بتنتهي حدود العالم التالي وبتبلش حدود العالم الرابع. ماشي، فهمت. مهاجرين جادات وركن الدين كمان بشطب لي عليها. ماشي، واضح. مو طول كبرة بس من شان السيارة أنا عم بطلب مصاري أقل من شان طول عمر السيارة. السيارة سيدي إذا ما خدمتها ما بتخدمها. ماشي، ما رح مشي لك يا غير ببرماني والمالكي على السجاد ناح المسؤولين. منيحة هيك يا عيني علي. وأنا جاهز ديبك. دنيا ما لها أمان، بدنا نشتغل كل الشغلات لحتى نعيش. تعرف أنا شو معي؟ بس ما تكون أرحل لا سمح الله. لا سيدي مو أرحل، أنا معي دكتوراه بالاقتصاد. تعرف شو عم بشتغل بعد الدوام مشان عيني؟ شو عم تشتغل؟ محاسب بكازينو. بس على علمي انتوا اساتذه الجامعه، يعني رواتبكم منيحه. والله مقارنه مع غيرنا ماشي حالها، ناخذ لنا 9000 ورقه بالشهر، بس مقارنه مع المصروف الله وكيلك زفت. 6000 ورقه بندفع ايجار بيت، وبتعرف استاذ الجامعه ما بيحسن يعيش بحي الله بيت. والله معك حق، بس في اساتذه بياخذوا 15000 ورقه بالشهر. ايه مزبوط سيدي، بتعرف امتى بياخذوا 15000؟ لحتى ما يصفي بلا شعره سودا براسه. يا الله بعين الله. على مهلك زكاتك، نزلني قدام المحل هذا. هون نازل؟ لا نازل جيب ربطة خبز لأولادي. حاكم إذا رجعت على البيت مرتي بتطلقني إذا راجع بلا خبز. على عيني. ها شرف سيدي. يا الله، هاي شنطتي راح خليها هون مشان تطمن. لا يا رجل، الناس لبعضها، نزلها معك أخي مشان يرتاح بالك. بأمرك. يا الله. يا معين. سادسة شحطة النسيج البرانشيمي نقطتين ألف شحطة اتألف النسيج البرانشيمي بمجموعة من الخلايا الحية النشطة فاصلة من الناحية الفيزيولوجية فاصلة لذلك فهو يكون الكتلة الأساسية في الأعضاء النباتية فاصلة لذلك يدعى أحيانا نقطتين النسيج الضام فاصلة. لك بنتي هاي مادة الأحياء بتنفهم فهم وبتنبصم بصم، حاولي تفهمي مو تحفظي حرفيا. فقالش لا تقالش، عدتم 100 مرة بس مشان أبصمن، لا تخربطي لي معلوماتي، بس نخلص فحص بفهم خلاص. مسكي ممتاز، ما حتكفي لي؟ ما في داعي، ما زال حافظ الفواصل والنقط. حطي الولد بإيدك خليه يعرف ينام، عاش تعذبيه انسلت عافيته. إيه عم يبكي، شلون بدي حطه من إيدي؟ لأنه ماله مرتاح، حطيه على جنب خليه ينام يرتاح. ماما الله يخليكي لا تتدخلي فيني، هي حياتي، بعدين ما بعرف ادرس غير هو بايدي. خلص امشي روح لهني. يلا اطفلي، بعثي لي علاء مشان اسمع له. يلا سبحان مين خفف. علاء علاء رياضي. ايوه تعال. يلا يلا اجى دورك روح. يلا النسيج البراشيمي يتالف مجموعه من الخلايا الحيه البسيطه. السلام. في اخ نزل من التاكسي يشتري ربطه خبز، شفت لي اياه؟ اساسا نحن ما عندنا خبز. والله معكم خبز؟ طيب في واحد هيك لابس قميص ازرق صحته ما بشي، ما شفته فات لهون؟ فات سرق غلط وطلع الباب الثاني. الباب الثاني؟ ليش محل كم باب له؟ له بابين. والشنطه؟ انو شنطه؟ عفوا بعتذر. اللهم صلي على النبي يا علاء. بوجي ليش سكتت؟ امي ما سكتت، انت اعطيني بس اول كلمه وانا بكرر لك كل المقطع. انواع التراب. انواع التراب مبينه، انواع التراب في الوطن العربي صح؟ صح. حافظ للتراب
عدة أنواع في الوطن العربي، مظبوط؟ لك صح، كمل لشوف. يلا أمي يلا جايك الحديث. هناك أنواع عديدة للتراب في الوطن العربي. صح أمي؟ سمعنا أنت. صح ابني، كمل بس. أولاً رجعت سكتت؟ أمي يعني شو عم أقول لك أنا؟ بس أول كلمة بكرر لك المقطع، أعطيني أول كلمة. تربة مظبوط ماما، برافو تربة، كتير ممتاز. شو تاني كلمة؟ البحر. شو؟ البحر؟ ايه متأكدة امي؟ هذا كتاب جغرافيا ولا علوم؟ خلصني بقى. معقول نحلل تربة البحر؟ البحر المتوسط. بس امي يعني شو دخل يعني؟ يعني اذا البحر متوسط ولا كبير ولا صغير؟ كل البحار مي وتربة ومرجان وصخور. انت بعكس اختك تماما. هلا امي يعني الولد اللي بيفهم فهم مثل الولد اللي بيحفظ حفظ. لا بتفهم ولا بتحفظ. سلوى ما. لا انت. انا؟ اكيد قريت الكتاب. انا؟ طبعا امي طبعا، صرت كاتبه قاري يعني 10 مرات. 10 مرات ولساتك ما فهمت منه شيء. قوم الخلط يوم. قالك قوم. قوم خلصني. تصطفني يا امي. تعال انت لهون لشوف، تعال انت اللي صار لك ساعة عم تضحك. امي. تعال هون. انا حافظ من هذيك السنة. ايه عود هات لشوف، سمالي. قولي، انت قولي اول كلمة وهلا بكرر ورا بعضهم. انواع التراب. انواع التراب. للتراب يعني. سمعنا انت. تصطفني امي، انت ما بدك الولد الحافظ، تصطفني. انواع التراب. انواع التراب في الوطن العربي عديدة وكثيرة ومتنوعة و باين عليك مالك حافظ. ومن وشي امي والله بابا قوم دروس منيح، خلصني. شو صار معكم انتو؟ خلصتوا كتابة؟ لا كان ناقصني هالهم بس. ليش ما بدك تقولي؟ ليش بدك يعني اقول؟ معقولة ما نعرف هالعيون الحلوين والخدود الوردية وهالعين الغزلانة، شو اسم صاحبتهم؟ شو فرقت معك؟ كتير، بلكي بتصير علاقتنا أعمى. قوم انزل ولا؟ قوم! شو قلت؟ تعود قدامه ولا؟ ليش؟ هيك، لأني فكرتها مرتك أو خطيبتك، طلعت ما بتعرفها منوب. أنت شو فرقت معك؟ مرتي ولا مو مرتي؟ أعراض الناس مو لعبة؟ انت ما دخلك، لك مين حطك محامي عني؟ ما حدا حطني، بس بدك تفلتي فلتي على كيفك، بس مو بالسيارة وانا موجود معكم. حد قرب صوبك شي؟ لازم تستوعوا على حالكم. لك انا بشر مو حيط، عيب. شو اول مرة بتشوف واحد عم بغازل وحدة مشان يخطبها ويتجوزها؟ لك يا عيني هذا لا ناوي يتجوزك ولا ناوي يخطبك، هذا بده يعتدي عليكي ويزتك مبين وغد من خلقته. هو علينا، نحن طلعنا مشان ننبسط ولا مشان نسمع محاضرات؟ عطيه مصاري نزيه، خلينا ننزل ناخد غير تاكسي. وجيه مو نزيه. ما بتفرق، خلصنا. خد يا عم الشوم، طول حق علي يا داخل بين البصلة وقشرتها، ما بيدوبها خير البهدلة وريحتها. فتحتها؟ طبعا فتحتها، مشان اعرف اذا كان فيها شي محرز ولا لا لحتى سلمها. ولقيت فيها شي محرز؟ يعني فيها هوية، جواز سفر، شوية وراق، ما عرفت شو هن. والمئة ألف؟ مئة ألف شو؟ اللي كانوا بالشنطة. بعرف، رح تحلف مئة يمين وعظيم انه ما كان فيها شي. لو كان فيها مئة ألف واخدته، ليش لأرجع سلمك ياها؟ على اي اساس عم تبني استنتاجك انت؟ قال يعني على اساس انك مشان تموه جيت سلمتنا ياها. انت شو عرفك انه كان فيها 100 ألف؟ هاي الشنتاي مبلغ عنها من الظهر انه مسروقة. ودي مسروقة مو مسروقة ما بعرف،
كل اللي بعرفه انه الزبون نسيها معي بالتاكسي ونزل. بس الزبون عم يقول ما نسيها معك. لكان شو عم يقول؟ عم يقول انه شوفير التاكسي طلب منه ينزل ليشوف له اذا كان الدولاب الوراني مبنشر ولا لا. ما قال نزل حتى شوفير التاكسي قلع مثل الصاروخ، احبابنا بالهوى شتلوا وتناوق من الشباك وقال له ببعت لك مكاتيب وخاض اذا بيجيك مكاتيب. اتنقلق وقال له شو مفتري. الله وكيلك يا سيادة المساعد، قال لي عن اذنك بدي اشتري ربطة خبز. قلنا له تكرم عينك، نزل نص ساعة ضليت استناه ما كان يلجأ. على كل الصباح رباح، بيطلع الضو ومنشوف مين الكذاب، وينقشع الغبار وارى تحتي افرس ام حمار. لكان من هون لينقشع تحتك رايع البيت، وان شاء الله قبل الضو بكون عنكم انا. لا ما حذرت، انت ضايفنا الليله يا ميت اهلا وسهلا. شو بدكم توقفوني؟ بدك يانا نستناك حتى تكون صرفتن على ملذاتك الدنيئه؟ انتبه سياده المساعد، عم تحاكيني كاني حرامي؟ انتبه منيحه، انا مواطن، انا اول من اطاع واخر من عصى، انا مواطن ومحمي والقانون بيحميني. ايوه دير بالك. ها مو مشكله، اذا طلعت مو حرامي منعتذر منك الصبح. لك اخي ليش تبيتوا الموضوع للصبح؟ اتصلوا هلا بصاحب الشنطه خلي يجي وبننهي الموضوع بارضه. هلا الساعة واحدة وربع بدك يانا نقلي راحة العالم؟ بعينك الله للصبح. لك شو بعيني الله؟ أنا ما بقدر عطل السيارة وردية كاملة. معك حق، من هون للصبح بتكون جمعت لك 10-12 شنتاي، عم نقطع برزقك. فعلا الظرف العايب نافخه تعبان. شو قلت؟ عم قلك أنا مو حرامي، ما في داعي للإهانات يا أخي. أخ أنا اللي معقدني إنه الواحد من بيناتكم بيمد إيده وبيحاول يضل محافظ على عزة نفسه. دير بالك ها؟ مو انا اللي بيحاول يحافظ على عزة نفسه، انا طول عمري نفسي عزيزة، نحن اولاد النايحة سأل عنا. النايحة؟ يا وليد! ناصري! سوقه! لك شو مفكر حالك انت اه؟ انا مواطن ومحمي، عم تفهم؟ رح ارفع عليك دعوة قدح بس تبين نتيجة التحقيق، ان شاء الله مفكر حالك الامر الناهي، دبور زن على حجر المسن، قال له الحجر شو بدك؟ قال له بدي الحسك، قال له دير بالك انا اللي بلحس الحديد والعكس، دير بالك شو مفكر انا انسان؟ ولي حقوق ولا احد حقوق الانسان بتنص على شيء وابن النايحه. اسكر تعمل لي حقوق انسان وبتنص؟ لا طالع لي اخلاقي، احسن ما اسمك بالنص يا وليد. سو سياده المساعد، بحب اقول لك انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ما له مدان حتى تثبت براءته. ما بيحق لك، ما بيحق لك تقول عني حرامي. من عيونك مبين حرامي. لك مو بس هيك، اولادك الاثنين يلي البيضه ما فقست عنهم زارونا لهون بتهم مختلفه. سو ماشي ان شاء الله بيهدوا لك الطابق الثاني. ماشي بس ماشي. سميح الدوري سبعت نعم عليه. ما عرفنا على جنابك. انا سعيد. سعيد ايش؟ سعيد النايحة. شو بيت النايحة؟ اكبر عيلة بالبلد. ما صار لي جمعة هون، صاروا فايت ثلاثة. انت سادي اصغر عيلة، نحن بس ثلاثة بيوت بالشام كلها. لكن الدنيا عم تضحك بوشنا، محظوظين شو بدنا نساوي. شو بيقربوك هدول الاولاد اللي كانوا هون؟ هدول اولادي اللزم. مين علم الثاني على الطريق؟ انت ولا هن؟ شو قصدك؟ مين فات اول على الكار؟ انت ولا هن؟ شو رايك انت؟ هي اول مرة انت بتفوت؟ مزبوط، ما حصل لي هالشرف قبل هالمرة. شو جنحتك انت؟ انت شو جنحتك؟ ما بقول لك لتلي. انا بيحسبوها الرقابه، انت شو جنحتك؟ شو دخلك انت؟ لما بسالك بتجاوب، احسن ما افرمك واعملك كباب. شو جنحتك؟ انت شو دخلك؟ لا انا اللي بسال هون مو انت. لا قدام انت وياه. امرك معلم. ولي هذا لسه قاله معلم؟
ليلتنا أنس أخي.